من بعيد من فوق التلال والمرتفعات المطلة عليها، تبدو فاس مدينة فاتنة مستلقية تحت الشمس. تغري الناظر إليها ببناياتها المتقاربة وكأنها تحنو بعضها على بعض، وقبابها المكسوة بالقرميد الأخضر، ومساجدها المشرئبة بمآذنها وأبراجها الشامخة، وحدائقها وبساتينها الفيحاء وأسوارها، وسط هالة من الجمال المنبثق كالضوء من عمق هذه الحاضرة التي تحضن تراثا كونيا وإنسانيا عريقا عراقة علمه وأهله ورجالاته الذين كتبوا بمداد من ذهب حضارة أمة على مدى قرون من الزمن، وصاروا أعلاما لم تنتكس بارتفاع أرواحهم إلى باريها. حري بنا أن نتوقف قليلا عند من حاز جواهر المعاني وبلغ بعلمه الأماني، الجامع لدرر العلوم الفياضة، الشيخ والعلامة، فريد زمانه وسيد أقرانه، سيدي محمد بن محمد الحجوجي رحمه الله تعالى. أبصر العارف بالله العلامة سيدي محمد بن محمد الحجوجي نور الحياة بقبيلة الجاية التي تبعد حوالي 60 كيلومترا شمال مدينة فاس، في كنف أسرة عالمة حافظة، وذلك في ليلة 27 رمضان المعظم عام 97 و200 و1000 الموافق 1880 للميلاد. أدخله أبوه إلى المسيد لحفظ القرآن الكريم كما جرت العادة وقتئذ. والدي رحمه الله سيدي محمد بن محمد بن المهدي الحجوجي الحسني الإدريسي ازداد حسب ما في فريسته الكبرى أنه يوم 27 رمضان يوم 27 من رمضان 1297، فلما ولد وفرح به والده وصار هذا أدخله الكتاب القرآني على سيدي ابن عمه مولى أحمد الحجوجي، هو الذي كان يقرأه ويعلمه الكتابة والحفظ. أما عن سبب تسمية عائلته بالحجوجي فلها حكاية خاصة. هناك مسألة دقيقة ينبغي الانتباه لها، وهي لقب الحجوجي. هذا اللقب له قصة، فجده أحمد الحاج وهو من أهالي قبيلة الجاية، هذا الرجل صار في ركب من الحجيج من قبيلته صوب مكة المكرمة، وكان هذا الركب انطلق من الجاية إلى فاس ومن فاس إلى صوب الديار المقدسة. لكن الذي يذكر أنه وهو في طريقه وجد امرأة محتاجة مسكينة حديثة العهد بالولادة لا تجد ما تسد به رمقها ولا رمق طفلها الصغير، فاختار أن يمد جميع ما لديه من مال ويضعه بين يدي تلك المرأة، ثم عاد إلى حال سبيله، أي عاد إلى قبيلته ولم يكمل الطريق إلى الحج كما كان مفترضا. الركب الذي كان معه لما ذهب إلى الحج ظنوا أن صاحبهم اختار ركبا آخر أو قافلة أخرى غير قافلتهم، فلما عادوا بعد سنة إلى الجاية لاموه ووبخوه على ذلك، فقالوا له رأيناك تطوف بالكعبة المشرفة، ورأيناك واقفا على جبل عرفة، ورأيناك في المزدلفة ومنن،
فلماذا اخترت رفقة أخرى غير رفقتنا؟ فقال: أنا لم أحج، وإنما وضعت مالي بيد تلك المرأة المسكينة وعدت إلى حال سبيلي. فلما علموا قصته سموه بأحمد الحاج، وجرى هذا الاسم على أبنائه وحفدته من بعده، فهم الآن يسمون بالحجوجي. وينتمي سيدي محمد بن محمد الحجوجي إلى أسرة علمية شريفة عالمة وعارفة. يرجع نسب هذا العالم الجليل إلى أسرة شريفة النسب، فجده الأعلى هو سليمان ابن مولانا إدريس الأزهر ابن مولانا إدريس الأكبر ابن مولانا عبد الله الكامل ابن مولانا الحسن بن المتنى ابن مولانا علي كرم الله وجهه ومولاتنا فاطمة الزهراء رضوان الله تعالى عليها. وهذا العالم له تأليف في تحقيق نسبته الشريفة، والمعلوم أنه من منطقة تسمى جاية، وهذه المنطقة تقع شمال مدينة فاس على بعد 60 كيلومتر من الجهة الشمالية. وهذه الأسرة عرفت عبر التاريخ بما أنجبته من علماء وأدباء وفقهاء أفاضل. وللعلامة الحجوجي كتاب في نسبه سماه اليواقيت السنية في الشعبة الحجوجية الحسنية. هذا الكتاب ذكر فيه كثيرا من علماء قبيلته ممن ينتسبون إلى الشرف، وذكر أيضا كثيرا من الضهائر التي تم الإنعام عليهم بها من طرف الملوك القدامى سواء من الدولة السعدية والعلوية. بعد مرحلة المسيد دخل جامع القرويين وهي بوابة العلم الجامع النافع، فأقبل على التعلم والاستزادة من موفور علمها، فدرس مادة النحو مقدمة ابن أجروم والجمل والزواوي، وفي الصرف لامية الأفعال ومادة الفقه المرشد المعين المعروف بابن عاشر، كما درس مادة اللغة والآداب متن البردة ومتن الهمزية للإمام البصيري ولامية العرب. وفي المرحلة الإعدادية والثانوية حصل في مادة الفقه رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومختصر خليل والعاصمية ولامية الزقاق، كما درس مادة النحو ألفية ابن مالك بشروحها المشهورة، وكذا الورقات لإمام الحرمين وجمع الجوامع لابن السبكي وقواعد المذهب المسمى المنهاج بشرح اليعقوبي وتكميله. وفي مادة المنطق درس السلم ورسالة إيساغوجي، وفي مادة العروض والشعر الخزرجية بشرح الزموري واللامية للرسموكي والكافي للدمنهوري والسملالية في الحساب ومنظومة الرسموكي بشروحها الثلاثة، كما درس مادة الفلك والتوقيت ومادة البلاغة المعاني والبيان والبديع والاستعارات للطيب بن كيران الفاسي وتلخيص المفتاح والجوهر المكنون للأخضري، بالإضافة إلى تفسير القرآن الكريم بالجلالين وحاشية الجمل. وفي مادة الحديث صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك، كما درس الشفاء للقاضي عياض وغير ذلك من أمهات الدرر المكنونة. وقد حظي شرفا أن درس على يد فقهاء أجلاء كالفقيه الأجل عبد الملك الضرير ومحمد زويتن وسيدي محمد بن جعفر الكتاني وسيدي محمد جنون وغيرهم كثر. ورغم ما يعرف عن سيدي محمد الحجوجي أنه اهتم كثيرا بعلم الحديث، إلا أن بعض الباحثين لهم رأي آخر.
ولا ننسى أنه أخذ فنونا كثيرة أخرى، فمن جملة العلماء الذين أخذ عنهم سيدي علي الغزاوي، وتفنن في الأخذ عنه لأن هذا العالم كان مشهورا وله الكفاءة العالية في علم الفلك والحساب، فأخذ عنه هذا العلم وتفنن فيه أيضا. ولهذا نجد العلامة الحجوجي فيما بعد نجده موسوعي الثقافة، لأنه أخذ الفلك والحساب وأخذ التاريخ وأخذ الحديث وأخذ حتى الجغرافيا وأخذ علوما وفنونا متنوعة، واستمر تحصيله في القرويين مدة أطول. كان العلامة سيدي محمد الحجوجي رحمه الله تعالى يتردد كثيرا على الزاوية التيجانية الكبيرة، وكان يواظب على حضور تلاوة الوظيفة والأذكار والأوراد، بل واظب أيضا على إلقاء الدروس بها إلى جانب مسجد جنيارة القريب منها أو بمسجد الديوان. العلامة سيدي محمد الحجوجي تمسك بالطريقة التيجانية في نفس السنة التي ولج فيها جامع القرويين، وتمسك معه في يوم واحد، تمسك معا في يوم واحد هو والعلامة سيدي أحمد سكيريش، تمسك بالطريقة التيجانية على يد العالم الكبير إمام الزاوية وشيخ شيوخ جامع القرويين الفقيه سيدي محمد بن محمد بن عبد السلام قنون. الطريقة التيجانية هي الطريقة التي اختارها العلامة سيدي محمد الحجوجي منذ صباه، وصار على دربها وتقلد بعهدها عام 1513 وسنه 18 سنة، وكان مواظبا على الحضور لذكر الوظيفة بالزاوية التيجانية الكبرى بحي البليدة بمدينة فاس. فهذه المواظبة وهذا الحماس خلق فيه إشعاعا كبيرا لخدمة هذه الطريقة، خلق فيه إشعاعا كبيرا للبحث عن علماء هذه الطريقة واستجازتهم، والبحث عن جميع الشؤون ذات الصلة بهذه الطريقة. لكن الظروف التي عاشها المغرب بعد الحماية الفرنسية جعلته يتخوف على مسيرته العلمية، فهاجر صحبة عائلته إلى الحجاز، وكان عمره وقتئذ 33 سنة، حيث مكث هناك سنة كاملة احتك فيها بعلماء الحجاز من بينهم ألف هاشم الفونتي، ما جعله يهتم كثيرا بعلوم الحديث. وبعد عودته إلى فاس في السنة الموالية ألف كتابا عن رحلته الحجازية سماه شفاء الغرام لحج بيت الله الحرام. وفي هذه الرحلة المباركة أدى سيدي محمد الحجوجي رحمه الله مناسك الحج والعمرة، وسال مداد قلمه حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنشد يقول في قصيدة هذا ملخصها: حججت فنلت جميع الطلب، وفزت بكل المنى والأرب، وزرت ضريح نبي الهدى عظيم الجناب شريف النسب، ونادتك حضرته مرحبا سترقى لأعلى مقام يحب، وتدرك ما رمته كله وسرا ونورا عليك يصب. أيا طيب الأهل دم في هنا، ويا طيب الاسم يا منتخبي، قدمت فجا السر من ربكم
وزال القنوط وزال الكرب. أخوك البشير الأجل الرضا، همام تقي عظيم الأدب. فدوموا بخير وعز على بأطيب عيش وأقوى سبب. لم يتقلد رحمه الله تعالى طيلة حياته أي منصب حكومي، بل كان يفر من ذلك غاية الفرار. وحدث يوما أن القاضي محمد البدراوي طلب من الفقيه الحجوجي أن ينخرط في هيئة علماء القرويين، وذلك مقابل راتب شهري يتقاضاه كغيره من العلماء، لكنه رفض ذلك. العلامة سيدي محمد الحجوجي انطلاقا من تحصيله بجامع القرويين بفاس إلى حين وفاته لم يتقلد ولو منصبا واحدا، وكان يفر من المناصب كما يفر أحدنا من الأسد. وكان غالبا ما يقول، ويذكر أن أحد العلماء عرض عليه منصبا كبيرا في مدينة فاس اعتبارا لمكانته العلمية ولغوصه الكبير في علم الفرائض، ما نسميه بالحساب البلدي. في علم الفرائض كانت له الريادة، وكان يدرس هذا العلم ويحل جميع مشكلاته. فعرض عليه بعضهم مكانة كبيرة في مدينة فاس، فأبى تلك المكانة وكان يقول: اللهم يا عالم الأسماء لا تجعل لي في ديوانهم قسمة. فرضي الله تعالى عنه كان لا يأبى أن يشتغل في منصب من المناصب العلمية، ويريد أن تبقى وظائفه خالصة. ودائما كان يستشهد بقول القائل: ولا تتخذ أجرا على فعل طاعة كعلم إمامة أذان وخطبة. فكان يستشهد بهذا في كثير من رسائله، وهو اختار هذا المنحى. نحن لا نطعن في هذا الجانب أو في الجانب الآخر، لكنه اختار هذا المنحى واختار أن يسير عليه، وهو أن لا تدخل إلى يديه دراهم من جهة وظائفه الدينية والتعليمية والتربوية التي حافظ عليها طيلة حياته إلى حين وفاته بدمنات عام 1951. عاش العلامة سيدي محمد الحجوجي رحمه الله بعد عودته من المشرق فترة تعاطى فيها لتدريس كتاب الله تعالى والعلوم الشرعية، إلى أن شاءت الأقدار أن ينتقل إلى مدينة دمنات. فما الذي جعله يتخلى عن عاصمة العلم والحضارة إلى غيرها من المدن الأخرى؟ السبب في ذلك أن العلامة الكبير القائد سيدي عمر المدني مزواري القلاوي، وهو من تلامذة العلامة سيدي محمد الحجوجي، كان يدرس عليه في جامع القرويين. هذا العالم جاء مرة إلى مدينة فاس ليتفقد وليزور شيوخه، ومنهم العلامة سيدي محمد الحجوجي. فصادف مجيئه إلى مدينة فاس أن العائلة الحجوجية، أي العلامة سيدي محمد الحجوجي، أراد أن يصاهر أسرة من الأسر الفاسية، أراد أن يزوج ابنه الأكبر بإحدى البنات من عائلة فاسية مرموقة. للأسف هذه العائلة اشترطت شروطا تعجيزية ورفضت إعطاء تلك البنت لذلك الولد، وكان من جملة الحاضرين في هذا الطلب العلامة الكبير القائد سيدي عمر المزواري القلاوي. ونظرا لغيرة هذا العالم ولمحبته وشغفه بالعلامة الحجوجي، أخذته غيرة وقام وقال للعلامة الحجوجي: أنا أعطي لابنك هذا بنتي، وأنا أتكلف بجميع صوائرها من ألف إلى ياء. بعد زيارته الأولى لهذه المدينة
أعجب بطيبة ووداعة أهلها وبجمال وسحر طبيعتها، كيف لا وهي التحفة المعمارية التي تقبع في إجلال ووقار في سفح الوادي، تكسو طبيعتها الفصول الأربعة حللا تفوق في سحرها وروعتها ما رسمته ريشة الرسامين وما أبدعته أقلام الشعراء والمبدعين في قصائد العشق والغرام. وعن حبها أنشد يقول: إلى دمنات ساقتني المقادر، عسى أرقى لمرقات الأكابر، وتغمرني المواهب كل حين، ونلقى كل فضل فيها زاخر، ونكسى حلة العرفان جهرا، أتيه بها على أهل المفاخر، ويصفو لي شراب السر حتى أرى فخر الأوائل والأواخر، تناديني حقيقته جهارا بأنواع المواهب والبشائر، فأهلا ثم أهلا ثم أهلا، فطب نفسا فإني فيك ناظر. كانت هذه هي الزيارة الأولى لمدينة دمنات، أما الزيارة الثانية فكانت بمناسبة حضوره حفل عقيقة حفيدته، فيشاء ربك أن تصادف هذه المناسبة وفاة مقدم الزاوية التيجانية الفقيه سيدي محمد بن أحمد الدمناتي، فأصبح مكانه شاغرا، فاجتمع أعيان المدينة وطلبوا من صديقه وتلميذه سيدي عمر المزواري الجلاوي أن يضغط عليه لقبول البقاء في دمنات، خصوصا لما أشار عليه العلامة العارف بالله سيدي محمد النظيفي بالبقاء قائلا له: نفع الله بك كما نفع بلا إله إلا الله، ارجع لدمنات فاسخون. فقبل ومكث فيها إلى آخر حياته. استقبلته هذه الزاوية العريقة بدمنات وأحبه أهلها أيما حب، ولم يبخل هو الآخر بعلمه عليها، فدرس بها أكثر من 11 سلكة من صحيح البخاري وأخرى من صحيح الإمام مسلم والشمائل وكتب التفسير والحديث وتصانيف أخرى، فأول من أخذ عنه ابنه سيدي محمد، واستزاد منه العلامة والقائد سيد عمر المزواري الجلاوي قائد دمنات آنذاك، وهو ابن عم محمد الجلاوي الوزير المشهور. فكان سيد محمد الحجوجي الحسني منارة علم تميزت بها هذه المدينة الصغيرة آنذاك. العلامة الحجوجي أعطى لمدينة دمنات إبان تواجده فيها، أعطى لها دفعة أخرى، فنجد أعلام كبار كانوا يأتون إلى دمنات بين الفينة والأخرى للأخذ عنه وللتتلمذ على يديه أو لأخذ السند في صحيح البخاري ومسلم وما إلى ذلك من الكتب الستة عنه. فالعلامة الحجوجي فعلا استفادت منه هذه المدينة دمنات، وتخرج به أناس كثيرون بها، وأعطى فيها عطاء كبيرا، ولا ننسى أن معظم تآليفه ألفها في هذه المدينة. كان يقضي وقتا طويلا بين التدريس والتأليف والإمامة وأداء أوراده المتعلقة بطريقته الأحمدية التيجانية. وكان الفقيه محمد الحجوجي رحمه الله تعالى يلقي يوميا على طلبته 4 دروس، ففي الصباح كان يدرس للمبتدئين المرشد المعين لابن عاشر في الفقه والأجرومية لابن أجروم في مادة النحو، وبعد العصر كان يدرس الطلبة الكبار ألفية بن مالك في النحو
ومختصر الشيخ خليل في الفقه، أما ما بين العشاءين فكان يخصصه لصحيح الإمام البخاري. أما بمسجد القصبة التاريخي الذي يرجع تأسيسه إلى العهد السعدي، فلا زال يحتفظ بالمنبر الأثري الذي كان يلقي فوقه دروسه المتنوعة من تفسير وحديث وفقه وسائر الفنون الأدبية الأخرى.